احنا 5 سيناريوهات، في 2 من هالسيناريوهات من بقيهم ايجابيه لسوق الاسهم. اول شيء الذكاء الاصطناعي بكفي بيضل هو الدافع الكبير لسوق الاسهم، بس بطريقه محدوده لعدد صغير من الاسهم مثل ما كنا عم نشوف بالسنه الماضيه. ثاني شيء كمان ايجابي لسوق الاسهم هو انه الذكاء الاصطناعي بيضل هو الدافع الكبير لسوق الاسهم، بس بشكل فيه توسع اكبر لاسهم مختلفه مثل اسهم الطاقه ومش بس التكنولوجيا. بعدين عندنا 3 سيناريوهات شوي سلبية لسوق الأسهم وإيجابية أكثر لسوق السندات. منا في عندنا سيناريو بيضلهم أسعار الفائدة من البنوك المركزية عالية وبيضل في تضخم كتير، ومنا بيصير عندنا تراجع بالنمو الاقتصادي بس التضخم بضل عالي. هيدا بيكون سلبي للأسهم وللسندات، يعني هيدا أكثر واحد سلبي بين الخمسة. وخامس آخر سيناريو بيكون في عندنا تراجع كبير بالنمو الاقتصادي بس التضخم كمان بيتراجع، هيدا بيخلي السندات تكون أداء جيد بس الأسهم سلبية. يعني 2 إيجابي للأسهم، 2 إيجابي للسندات، واحد سلبي لاثنين. كريم، خلينا نتحدث عن الأكثر احتمالية. يعني اليوم في عدة نقاط بما ذكرته. أولا، نحن ننطلق اليوم من نهاية نصف أول جيد جدا على الأسهم، فبالتالي الأس أند بي عند مستوى قياسي، الداو جونز عند مستوى قياسي، ولكن كما ذكرت مدفوعة حتى الآن بالاي اي، فبالتالي عندما تكون عند مستويات قياسية بصير كريتيكال إذا الرالي حيكفي ولا لا. وهون بيأتي العوامل اللي ذكرتها تأتي إلى الصورة، أسعار الفائدة والتضخم. تقرير الاي ام اف الاخير بالامس صدر بيعتبر انه اكبر داون سايد ريسك للسيناريو اللي هو وضعه هو انه يبقى التضخم عاليا، يعني وجيمي دايمون كان اشار ايضا الى ذلك انه صار في ستراكشرال انفليشن، التضخم هيكلي وممكن ان لا يتراجع بالنسبه القويه. بالتالي اليوم انتم ما السيناريو الاساسي بالنسبه لكم، وبالتالي ماذا يعني بالنسبه لتوجهات الاسهم، لأسواق الأسهم الأمريكية؟ يعني أنا بستصعب أنه يكون السيناريو الأساسي ما بيدخل فيه الذكاء الاصطناعي، لأنه أكيد هيدا أكبر ستراند وهيكلي مثل ما عم بتقولي. يعني هيدا هو الدافع الهيكلي يلي غير وجهة نظر سوق الأسهم بالسنتين الماضيتين، يعني بالفترة ما بعد جائحة الكورونا. هلأ السؤال الأكبر بضل هو من الذكاء الاصطناعي، هل بيصير في عنا ارتفاع بالنمو الاقتصادي بشكل بخفف من التضخم بسبب زيادة الإنتاج، الإنتاجية بيعمل productivity gains؟ مظبوط، البرودكتيفيتي جينز خاصة يلي هي بتساعد بتراجع بالتضخم. هيدا السؤال ما بقدر جاوبه اليوم لأنه بعدنا ما بنعرف قديش رح يكون الإمباكت تبع الذكاء الاصطناعي على هيدا الموضوع. هلا بس نحن أكيد يعني السيناريو الأساسي لإلنا هو سيناريو بيضل الذكاء الاصطناعي شيء كتير دافع كتير مهم، وبنضل بنتوقع ارتفاعات بأسعار الأسهم خاصة السوق الأمريكي وخاصة قطاع التكنولوجيا. ماذا عن السندات؟ كان في وجهة نظر بمرحلة معينة أنه لوك إن العوائد العالية، لأنه إذا بده يبدأ الفيدرالي بالتخفيض بالتالي مفروض أنه أسعار الأسهم تبدأ بالصعود. هلأ المشكلة أنه هذا السيناريو كان سائد معنا ولم يتحقق، لأنه رجعنا نرى عدة مرات سبايكس بالعوائد لظروف مختلفة. أعطيني وجهة نظرك على أسواق السندات ووجهة نظركم الاستثمارية، وكيف تتوقع أن تذهب اليلز على السندات الأمريكية بالفترة القادمة؟ يعني نحن بنتوقع انه سندات اليلدز على السندات الامريكيه رح ترتفع بس بسندات طويله الامد. ليش؟ لانه عندنا اكيد مع موسم الانتخابات اللي جاي بنوفمبر بشهر 11 بنتوقع انه يكون في وعود اكبر من بايدن وترامب، يعني من الجهتين، من ناحيه السبندنج، يعني الفيسكال بوليسي، السياسه رح تكون اكثر غير تشدديه، اكثر باتجاه السبندنج. وهذا الموضوع هذا الموضوع بيخلي السندات طويله الامد تشوف الييلدز عليها عم ترتفع.
بس سندات القصيرة الأمد بتتأثر أكثر بسياسة الفيدرالي. أكيد نحن متوقعين أنه الفيدرالي يقدر يخفض الفائدة بسبتمبر بشهر 9، ويمكن مرة تانية بديسمبر أو شهر 12، يعني يمكن عندنا انخفاض مرتين هيدي السنة. والسندات القصيرة الأمد بتتأثر بهذا الشيء. بقى نحن عندنا نظرة إيجابية على سندات الخزينة من ناحية قصيرة الأمد ووصولا لخمسة وستة وسبع سنين، بس بعدين من 10 سنين وما فوق بنصير أكثر نظرتنا سلبية.